القناة التلفزية التي لأجلها أو بحضورها وإسهامها ضمن رسالتها المعروفة رسالة الإعلام الحر، هذه القناة هي قناة الجزيرة مباشر التي قامت مشكورة بتصوير خطبة صلاة العيد الماضي عيد الفطر في جامع الفتح بالعاصمة، فكان الأصل أن تشكر هذه القناة وأن تشكر غيرها من القنوات التلفزية الوطنية والأجنبية التي كان لها اتصال بجامع الفتح وبغيره من الجوامع في كل الجمهورية التونسية، كما كان لهذه القنوات التلفزية حضورها في تغطية أنشطة وطنية ثقافية وسياسية ورياضية وغيرها ضمن رسالتها الإعلامية. فجاء القرار الذي سأبينه بعد قليل انطلاقا من هذا السبب أو على خلفية هذا السبب المتعلق بتصوير خطبة صلاة العيد في جامع الفتح من قبل قناة الجزيرة مباشر التي نحترمها ونقدرها ونعتبرها رافدا مهما من الروافد الإعلامية العالمية في تعريفها بقضايا العرب والمسلمين بل وقضايا الإنسانية. فجاء هذا القرار على هذه الخلفية، وهو ينذر بإشارات خطيرة على مشهد الإعلام، ونحن باعتبارنا أئمة وخطباء نؤمن أن حرية الإعلام من حرية الإنسان، ما لا يمكن أن تضحي بحريات أخرى منها حرية التدين وحرية التنظم وحرية المعارضة وحرية الإسهام في البناء الوطني في مساقه الحال. هذا القرار جاء موقعا من السيد الوزير، موضوعه إنهاء تكليف نور الدين الخادمي من خطة إمام خطيب بجامع الفتح، والسبب كما جاء ذلك منصوصا عليه ولا اجتهاد مع النص كما يقول الفقهاء، السماح لقناة تلفزية بتصوير نشاط الجامع في خطبة العيد الفطر دون إذن ورخص. وهذا القرار أحسبه أنه مخالف مخالفة قانونية من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لمهام الخطيب كما جاء ذلك في منشورات الوزارة، ومهام الخطيب هي أداء صلاة الجمعة وأداء صلاة العيدين وأداء الصلوات السنية المؤكدة يعني سنن مؤكدة إذا أديت جماعة، ثم من هذه المهام تقديم الدروس الدينية والمحاضرات الدينية، هكذا جاء النص القاطع في مهام الخطيب. وفي كل هذه المهام ليس هناك لا نص ولا إشارة لا منطوق ولا مفهوم يدل على أن الإمام الخطيب من مهامه الإذن أو عدم الإذن للوسائل الإعلامية في تغطيتها الأنشطة الدينية داخل المساجد. إذن الوجه الأول أن هذا مخالف للإجراءات المعمول بها ومخالف للمهام الموكولة للخطيب، والإجراءات المعمول بها كذلك إنما هي تدرج في العقوبة تبدأ بالإنذار ثم التوبيخ ثم الإنهاء بعد استجواب واستماع للمعني بالأمر بحضور النقابة ثم إعلام النقابة بذلك ثم تشريك ممن يرى أنه له رأي في هذا العقوبة، ثم إن هذه العقوبة ليست متناسبة مع الفعل وهذا مخالف لمبدأ التناسب تناسب العقوبة مع الفعل، ثم هذا كله يأتي في سياق نرجو الانتباه إخوان بارك فيكم، ثم هذا القرار يأتي في مخالفة صريحة للمسار الذي عليه بلادنا من حيث الاستفادة من الكفاءات الوطنية والشخصيات الدينية في إنجاح المسار الوطني وفي الإصلاحات الحقيقية للوزارة وفي مواجهة الإرهاب. ونحن نحسب أن
الوزارة بإجراءاتها هذه التي ليست متعلقة بشخص المتواضع أو بشخص الشيخ شهاب أو بغيره أو بغير من الأشخاص أو بمن هم ينتظرون ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أحسبوا أن هذا الاستهداف ليس لأشخاصنا بقدر ما هو استهداف لوضع يراد له أن تكون الوزارة على ثوبها القديم، ليس لها علاقة بالمواطن، ليس لها علاقة بالمجتمع، ليس لها علاقة بالثورة. ونحسب أن الوزارة كان الأولى بها أن تشرك الأئمة في مواجهة الإرهاب ضمن استراتيجية وطنية يكون البعد الديني أحد أبعادها الأساسية، بما يعنيه البعد الديني من معرفة شرعية دينية عميقة وسطية راسخة فاعلة، وبما يعنيه ذلك أيضا من تدريب وتكوين وتقديم برامج وتأطير للشأن الديني وتدريب وتأهيل وإحداث المؤسسات الفاعلة والإصلاحات القانونية الهيكلية للوزارة وغير ذلك مما يحقق إسهاما نوعيا انطلاقا من صلاحيات هذه الوزارة وأنشطتها وإمكانياتها القانونية الآن. على العموم، هذا القرار الذي شمل شخصي كما ذكرت وشمل شخص الشيخ الأستاذ شهاب الدين تليش الذي هو على أمامي الآن، الذي يخطب في جامع الحمد بمونفلوري وهو مع ذلك له صفة نقابية، هذا العزل إخواني إنما جاء في سياق أيضا تحريض معروف ومكثف من قبل بعض الجهات، أقول من قبل بعض الجهات يستهدف أئمة الاعتدال في تونس وخطباءها الذين عرفوا بكفاءتهم ووسطيتهم وزيتونيتهم نشأة وانتسابا وتعلما وتعليما وغير ذلك. جاء كذلك متعلقا ببعض العبارات والإشارات التي تدعو إلى التخلص، أنت أرجو الاستماع جيدا بارك الله فيكم، إلى التخلص بين قوسين من أئمة الترويكا أو أئمة ما بعد الانتخابات الماضية قبل الماضية. فهل هذا الكلام الذي يلتبس فيه الحزب بالديني، أقول أقل هذا أنه يلتبس فيه الحزب بالدين، هل الأئمة أئمة تونس الذين عينوا في مرحلة الترويكا أو بعد الترويكا أو قبل الترويكا هل هم متلبسون بصفات حزبية؟ ما على الذي ادعى إلا أن يثبت ذلك بالقرائن والإثباتات والحجج وليس أن يكون كلامه كلاما مرسلا مكررا ومبالغا فيه. أن يقال مثلا أن الوزير الخادمي عين 1000 إمام خطيب من الترويكا أو من فصيل سياسي معين، ما عليه إلا أن يثبت هذا ولابد، أو قال 1250، والذي قال هذا الكلام قاله منذ أكثر من سنة ونحن غضضنا الطرف عن هذا لاعتبارات كثيرة وقد نضطر إلى أن نقاضيه لهذا الادعاء الكاذب الباطل الذي لا أساس له من الصحة. ثم ما قيل في خطبة الجمعة التي عقدت فيها ندوات وكتبت فيها مطولات كأنها قضية وطنية، وأرجو من السادة المستمعين الكرام والمستمعات الفضليات أن يسمعوا مني ما أقوله في خطبة وقعت سنة 2011 في رمضان 2011 قبل تولي منصب الوزارة. هذه الخطبة وهي رقم أظن 22 أو 23، موضوعها مناصرة القضية السورية ضمن مناصرة قضايا الثورات العربية منذ انطلاقتها من تونس خلال الأشهر الأولى عندما كانت الثورة السورية ثورة سلمية وهي تعبر عن إرادة سورية داخلية وطنية، كان كل الفاعلين السياسيين والعلميين والمثقفين يتحدثون عن الثورات العربية في مسارها الثوري الداخلي